المشاهدين عايزين نرجع نكمل كلامنا يا كابتن خالد برضو على هذه المباراة. انتهى النصف الأول من المباراة، كيف تنظر للنصف الثاني بقى في المباراة القادمة، خصوصا أنت ما عندكش مباريات خلال هذه الفترة؟ الراجل رجعوا من السفر بالسلامة بطيارة خاصة بتوفرها إدارة النادي الأهلي ليه لعيبة النادي الأهلي، من خلال أول ما المباراة انتهت رجعت على طول من الكونغو على القاهرة مريح في الطيارة، حتى اداهم النهاردة راحة، بكرة هيبدأ التمرين. النظر للفترة القادمة، كيفية النظر للأربع ثلاث أربع أيام القادمة لحين بداية المباراة، كمان بكرة راحة يبقى التمرين هيبدأ الثلاث، يعني بدهم يومين، واخدين يومين أجازة يعني كده يومين ورجعوا يعني طبعا حلو جدا حد واثنين. اه طبعا يعني اللعيبه هترجع، وزي ما انت قلت مفيش ماتشات بالظبط، فهيرجعوا يعني استعاده الشفاء هترجع لهم بشكل كبير جدا. الماتش اللي جاي محتاج من اول دقيقه ازاي تضغط على فرقه مازيمبي، لان كل ما هتضغط عليهم مش تديهم فرصه ان هم ولا ينقلوا كويس ولا يتحركوا ولا ما يطلعوش من نص ملعبهم لغايه لما ربنا يكرمنا باذن الله ونقدر نحرز هدف. لو جبنا جون الماتش هيتفتح، هم مش هيبقى عندهم فرصه غير ان هم يهاجموا وهي دي بقى الوقت المهم جدا تعمل فيه شغل هجومي على مستوى عالي جدا. عندك امكانيات اللعيبه تسمح بذلك في الهجمات مرتده، عندك سرعات، عندك تحرك كويس، بس هو هيبقى ناقص استغلال الفرص مع مؤازره الجماهير اللي هتكون ماليه الملعب باذن الله، جمهور النادي الاهلي العظيم ان شاء الله. فانا انا يعني باذن الله الكوره كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انا متفائل لعبتنا هتعمل ماتش حلو قوي، وانا بدعو كل الناس يتفرجوا على الماتش بتاع يوم الجمعه دون، لان انا شايفه من قبل ما يتلعب باذن الله. اه انا اللي بتقوله همشي عليه، انا شايفه يعني انا اروح اتفرج على الماتش بس بعد الماتش بعد الماتش يعني يبقى افتكرني. لا على طول لا، وربنا هيكرمنا احنا باذن يعني باذن الله تعالى ربنا هيكرمنا، هنكسب 3-0 وهنعمل ماتش كويس جدا جدا جدا. انا بشوف يا كابتن الماتش صعب، مش لهذه الدرجه من هو صعب. لا مش معنى ان انا اللي بقوله ان الماتش سهل بالظبط، لان ما اصل خلي بالك حضرتك الكلام اللي انت بتقوله يعني، بس في ناس ممكن تفهمه بطريقه اخرى. لا ماتش في منتهى الصعوبه، بس في ايدينا احنا اللي بنصعبه واحنا اللي بنسهله بالظبط، وهو ده اللي مخلينا يعني مش في منتهى الصعوبه، عشان المنافس اللي قدامنا احنا خايفين منه او عنده امكانيات تخوفنا. لا هو في منتهى الصعوبه، احنا ممكن نصعبه على نفسينا لو مفيش تركيز، لو مفيش اهتمام، لو مفيش مسؤوليه، لو مفيش استثمار واستغلال الفرص اللي هتجيلنا. وانا شايف ان كل الكلام ده مش هيكون موجود مع لعيبه النادي الاهلي، لا وخصوصا في ظل تواجد ان شاء الله 50,000 متفرج، ده يحركوا الحجر يعني. اذا كان بره ملعبنا في ظل الظروف الصعبه دي اللعيبه طلعت رجاله، في ملعبنا هيطلعوا جدعان ورجاله يا رب ان شاء الله، وهيقدموا لنا كره حلوه باذن الله.